السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد إن شاء الله. إن لم تكن مشترك في القناة فاشترك لدعمنا وتشجيعنا. إذن الفيديو الذي حقق شهرة واسعة في سويعات فقط ووصل إلى جميع الأراضي العربية هو الصفحة الرسمية لمكة المكرمة والصفحات الكبرى على غرار العربية والجزيرة وغير ذلك. القطة التي اعتلت كتف الشيخ وليد مهساس بولاية برج باريريج بالجزائر أثناء أداء صلاة التراويح في لقطة طريفة. Oh.